لو الحكاية فيها إن فيتو فرانشايز سيستم موجود، يمكن مع الصندوق الاجتماعي تقدم لنا حاجة و40,000 طلب حتى الآن. لو بدأنا في المرحلة الأولى 3-4,000 طلب، عندنا 3-4,000 ريتيلر فرانشيزيز تابعين للمجمعات الاستهلاكية. الفوليوم والبراند إيكويتي اللي هيظهر بعد كده، لأن أنا هيبقى عندي براند إيكويتي له قيمة موجودة، الأمور دي بتتحرك مع بعضها. الشركة القابضة بدأت تعمل براندنج، إحنا لأول مرة بنعمل براندنج للسكر، شركة السكر والصناعات التكاملية، وانشئت سنة 1865. حتى اللحظة دي اللي بنتكلم فيها بتنتج أكبر منتج سكر في الشرق الأوسط، لكن السكر بتاعها ملوش براند، ملوش اسم. حتى اللحظة دي بنعمل براندنج سيستم علشان يبقى ليه فاليو بعد كده، ويحصل عملية البرودكت ميكس. في تفاصيل كتيرة طبعا ما هياش الأمر بهذه السذاجة، إن إحنا هندخل ناخد شركة ونبدأ نتكلم على ترحم، لكن أنا في هذا السياق أنا بتكلم مع عمليين، فبتكلم في الشق المالي باعتبار إن الأجزاء الفنية أجزاء موجودة ضمن بيتم مناقشتها طبعا في مجالات أخرى، تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا. فيتو